السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي الأعزاء، في المحاضرة السابقة احنا اتكلمنا عن الدفاع الواجب في قضايا المخدرات، وأنا دايماً ببدأ في محاضراتي في قضايا المخدرات، لأنها قضايا المخدرات هي اللي بتتعرض عليكم كتير على أساس إن فيها تعاطي المخدرات والإتجار في المخدرات، فدايماً بتتعرض وبجد من زملائي الشباب بيحضروا كتير في قضايا المخدرات، فدايماً أنا بركز عليها دايماً في أي منتدى أو أي محاضرات. أما النهاردة إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم في الدفاع الواجب في قضايا القتل العمد. المحاضرة محاضرة عملية أنا بركز فيها. طيب لو ما جاتلكش قضية مخدرات وجاتلك قضية قتل، هتعمل فيها إيه؟ حضراتكم أنا دايماً أقول وبكرر إن أي محاضرة في أي جناية، سواء المخدرات أو القتل أو الرشوة أو أي جناية من الجنايات المعاقب عليها في قانون العقوبات، بعد المحاضرة أي جناية تتعرض عليك مش حتى هتبقى فيها صعوبة إنك تعالجها إزاي، خلاص. وأنا دايماً بقول إن زملائي الشباب بيتصلوا بيا بعد 10 سنين يقول لي حضرتك اديتنا محاضرة من 10 سنين في قضايا المخدرات، أنا لغاية دلوقتي بستعين بيها. فاللي أنا هقوله ده حضراتكم هتستعينوا بيه بعد 10 و15 سنة. بس أهم حاجة مطلوب التركيز الشديد في كل دفع أنا بقوله، وبعدين مش أنا بقول نظرية وعدي، لا، أو أديك نص قانوني وأمر عليه مرور الكرام، لا، أنا حضرتك بطبق بعد ما أقول لك المادة القانونية أو النص القانوني، بقول لك أنا بطبق أو طبقت في قضايا المعروضة علينا عملت إيه في النص ده. وعشان كده دايماً محاضراتي عملية صرف، وأنا تلاقيني أقول النص وبعديه بخش على التطبيق العملي، ما بشرحش نظريات ولا بشرح نصوص قانون ولا فقه جنائي، لأن ده موجود في الكتب وإنتوا شبعتوا خلاص منه. لكن أنا كيفية معالجة قضايا القتل العمد أمام محكمة الجنايات، لما تجيلك قضية قتل كبيرة ومشكلة كبيرة، لكن لو أنا حطيت تحت إيديك وسائل النجاح في قضية القتل، خلاص أنت أول ما هتشوف لازم تبحث في إيه ولازم تقرأ إيه وهتطلع الدفوع إزاي. حضراتكم قضايا القتل العمد هي طبعاً القتل أكبر في بالنسبة المعروضة على المحاكم، أكثر القضايا اللي معروضة على محكمة الجنايات هي قضايا القتل أو الضرب اللي أفضى إلى موت أو الضرب اللي أفضى إلى عاهة مستديمة، أكثر حاجة. وطبعاً جميع الشرائع السماوية استنكرت القتل العمد، ورد فيها جميع الشرائح وضحت إن هذه الجريمة جريمة مكروهة وجريمة منكرة. زملائي الأعزاء، أنا قلت قبل كده في قضايا المخدرات، لقضايا المخدرات دفع معين،
ما تخرجش عنهم. ولو جات لك قضية قتل ما تقولش الدفوع بتاع المخدرات في قضية القتل، لا، قضايا القتل ليها دفوع معينة برضه. وعشان كده أنا بحميك من لفت نظرك من القاضي، يقول لك خليك في الموضوع يا أستاذ لما يلاقيك شتيت بره. وعشان كده بقول لكل جناية دفع معين، دفع مخصص ليها. الدفوع في قضايا القتل ما تقولهاش لما تجيلك قضية الرشوة، لأن قضايا الرشوة ليها دفوع معين. حضراتكم نبدأ ونقول ما هي الدفوع الواجبة في قضايا القتل العمد. واحد، انتفاء القصد الجنائي في قضايا القتل العمد. انتفاء القصد، بدفع بانتفاء القصد الجنائي المنسوب للمتهم. اتنين، انا تسمحوا لي ان انا هبقى اعيد عشان اللي بيكتبوا ورايا ما تفوتش منهم حاجة. الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الفعل المنسوب للمتهم وبين قتل المجنى عليه. الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الفعل المنسوب للمتهم وبين قتل المجنى عليه. الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار في الدعوة. الدفع بتوافر، لا أنا مش عاوز كل كلمة حد يتكلم، يعني بعد إذنكم أنا هعيد مرتين بس كفاية مرتين. الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار في الفعل المنسوب للمتهم. الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في الأفعال المنسوبة للمتهم. الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في الفعل أو الأفعال المنسوبة للمتهم. الدفع أخيرا بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني في الأوراق. الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني في الأوراق. زملائي الأعزاء، أركان القتل، أركان القتل ثلاثة. حضراتكم، واحد فعل القتل، أول حاجة فعل القتل، أدي أول ركن في جرائم قتل العمد. اثنين، أن يكون محل القتل إنسان حي. ثلاثة، توافر القصد الجنائي. توافر القصد الجنائي، نمسك الجزئية وأنا حمر عليها مرور الكرام عشان أوصل. بس لما تعرض علينا قضية قتل عملنا فيها إيه؟ فعل القتل، فعل ليه؟ لأن القانون لا يعاقب على النيات،
يعني أنا نفسي أموت واحد لا يعاقبني القانون على النية ولا على أي شيء داخلي، لأن النية أمر داخلي يبطنه الإنسان ويضمره في نفسه، فهو من خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبالتالي فالنية حالة ذهنية لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. وعشان كده لما بتيجي تفتح قضية قتل وتلاقي ضابط المباحث يجيب اتنين يقول له لما شفت المتهم كان بيضرب بالنار كان بيقصد ايه؟ الكلام ده غلط. انت بتشهد على المتهم كان يقصد ايه؟ بتشهد على القصد. ازاي؟ ما ينفعش. وعشان كده انا بقول القصد حالة ذهنية، او القصد هو النية، والنية حالة ذهنية، وهو امر داخلي يبطنه الانسان ويضمره في نفسه. واحد بيبقى قصده لواحد او نيته انه الواحد ده ما لا علاقة لنا بيه، لا انا نفسي يروح في نصيبه، نفسي نيتي هي كده، ما فيش حد يعاقبني على النية دي. حضرتكم إذن لابد لقيام جريمة القتل أن يكون هناك فعل. واحد، أما الركن الثاني عشان تقوم جريمة القتل لابد من أن يكون محل الجريمة إنسان حي. وأنا أتذكر قضية كانت معروضة علينا، كانت معروضة علي، حرامية دخلوا شقة عرفوا أن صاحب البيت في سفر، والست قاعدة مع طفلتين صغيرين، فشعرت الست أن في حركة برة فقفلت باب الأوضة عليها وعلى ولادها وقالت لهم خشوا تحت السرير، وقعدت على الكرسي بس قفل الباب. فست كانت مريضة بالقلب، فالناس قعدوا الحرامية بره يفتشوا، واللي الحرام اللي بيبقى داخل ده يا قاتل يا مقتول، ما هو يا إما نجح في السرقة وطلع، يا إما لو حد قابله وحب يعترضه يروح ضربه بأي حاجة، معاه مسدس معاه السكينة معاه أي حاجة كده. فالست قاعدة من الرعب ماتت. فالناس وهي الحرامية بيدوروا جم لقوا باب مقفول فتحوه أو كسروه، دخلوا لقوا الست راحوا ضربين برصاص عليها، تلات رصاصات كان في جسمها، تلات رصاصات. فالسيد وكيل النيابة المحقق أحال الأوراق إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة والسلاح المستخدم والمسافة ما بين الجاني والمجني عليها وفتحة الدخول والخروج كده، وفي النهاية سبب وفاة المجني عليها. وكانت المفاجأة أن سبب وفاة المجني عليها هبوط في الدورة الدموية أدت إلى الوفاة، ولم تكن الإصابات هي سبب الوفاة. هنا قلت يبقى إيه؟ ألا طيب أنا بنشوف الست دي هل كانت مريضة ولا؟ قالوا آه، هي أولادها أو كانت ليها بنت كبيرة، قالت آه ماما كانت بتروح للدكتور وكانت عندها مرض في القلب، عندها هي مريضة بالقلب. فقلت إذن لما حصل الأحداث دي كلها حصل لها هبوط في الدورة الدموية، ما هو رعب هو اللي عمل الكلام ده، يبقى هي ماتت، يبقى الراجل لما دخل آه ضرب نار
بس لم يكن إطلاق النار هو سبب الوفاة، وبالتالي إطلاق النار كان على إنسانة ميتة، ويشترط لقيام جريمة القتل أن يكون إطلاق النار على إنسان حي. أدي حضراتكم، وهنا هنا القانون قال إيه؟ هنا لا جريمة ولا عقاب. يتقالوا بقى سرقة بإكراه، يتقال لهم أي حاجة، لكن جريمة القتل مش متوفرة خالص. ننتقل إلى القصد الجنائي. حضراتكم زي ما قلنا القصد الجنائي لابد انه يكون متوفر في جريمة القتل. على الناحية التانية بقى بالنسبة للمتهم لازم انه يبقى قاصد انه يقتل. ودايما انا اقول في حاجة اسمها القصد، يقول لك القصد العام والقصد الخاص، يعني ايه الكلام ده؟ انا بعتبرهم انه دايما ده عبارة او لفظ او اسم هلامي، لكن انا بعد ما اشرحه انت اول دفع هتدفعه هو انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم. قصد يعني لما واحد بيضرب واحد بيبقى اما قاصد يقتله او قاصد يهوشه او قاصد يخوفه، بيبقى واحد من الحاجات دي. طب نعرف الكلام ده ازاي؟ مش زي ضابط المباحث اللي يقول له ايه، طب ماذا كان يقصد المتهم من اطلاق الاعيره الناريه على المجنى عليه؟ يقول له كان قاصد يقتله. الكلام ده غلط، لا يجوز ان يثبت قصد الجنائي بشهاده الشهود، لان القصد الجنائي حاله ذهنيه في نفس المجنى في نفس الجانب، ولكن للقاضي وحده حق استخلاص القصد الجنائي. منين بقى؟ من القرائن ومن الملابسات المحيطة بالدعوة ومن وسيلة المستعملة، من الوسيلة نفسها وكيفية استعمالها ومكان التصويب من جسد المجنى عليه. كل الحاجات دي القاضي بيقدر انه كان بيقصد انه يقتل ولا ما كانش يقصد، من ايه؟ من القرائن والظروف والملابسات التي صاحبت احداث القضية، لكن يتشهد عليها لا. يعني هنا الشراح قالوا ايه؟ الله، طب ما هو ممكن واحد، انت بتقول لي ان القاضي ممكن من الملابسات ومن القرائن ومن الوسيله المستعمله وكيفيه استعمالها ومن مكان الاصابه من المجني عليه، نمسك مكان الاصابه من المجني عليه، لقى الطلقات ثلاث طلقات داخلين في القلب، هل ديت انه يبقى كان يقصد القتل؟ اشرح. قالوا لا، لان ممكن وهو بيضرب هو قاصد ان يضرب على دراعه، لكن عدم دقته في التصويب جت في قلبه، يبقى ما كانش بيقصد. والعكس صحيح، انه كان يقصد الضرب في قلبه والتاني بيتحرك فجت في دراعه، وهو كان يقصد القتل فجت الطلقات في دراعه. انتم دراعه في مكان مش محدد للقتل، لما تيجي تلاقي مكان الإصابة من جسد المجنى عليه يا إما يضرب في القلب يا إما يضرب في دماغه يا إما يضرب في وشه عشان الطلقة تيجي تنسفه. طب لو جت في دراعه مكان، يبقى إذن مكان الإصابة من جسد المجنى عليه ليس شرط لتوفر قصد القتل. طيب قالوا طب نسبة الكلام ده ازاي؟ قالوا القاضي هو اللي يثبت بقى من الظروف،
من الظروف كلها، يشوف هل في كان عداوة بين الجاني والمجني عليه؟ آه، أدي واحد. هل في كان تهديد قبل القتل؟ آه. قال له لو ما رجعتش عن ابني أنا هقتلك، كان قدام ناس. أدي اتنين. يبدأ القاضي من كافة ظروف الدعوة وملابستها يفضل يجمع، يعرف إنه كان يقصد القتل. أمر آخر، قبل جريمة القتل راح اشترى بندقية آلي ودفع فيها الشيء الفلاني 100,000 ولا 150,000 قبل القتل بأسبوع أو 10 أيام، يبقى كان واحد مش هيروح يصرف المبلغ ده ويجيب بندقية آلي كده، لا، ده يبقى كان بينتوي أمر معين. أدي إثبات القصد الجنائي. تعالوا حضراتكم نوصل للأمر آخر. طيب، هل يعاقب؟ احنا قلنا الفعل أول حاجة، فعل القتل، وقلنا القصد الجنائي، وقلنا إنسان حي. أدي أركان القتل الثلاثة. الفعل عطول أنتوا عرفتوا من كلامي أنه لازم فعل ضرب، يضرب بعصاية، يضرب بسكينة، يضرب ببندقية، يضرب بمسدس. طيب، هل جريمة القتل ممكن تتوفر من فعل سلبي أو فعل الترك؟ آه، تتوافر جريمة القتل العمد من فعل سلبي معاقب عليه أو فعل الترك. وهنا أنا دايما بمثل في حالة الممرضة اللي هي قاعدة مع المريض، معمول له قلب مفتوح، والدكتور قال لها كل ساعتين تديله مضاد الحيوي وتديله الدواء التاني كل ساعتين، وهي تعمدت ان هي ما تديلوش الضرب، مع العلم لو فات 4 ساعات يموت، لانه لازم الدواء ده ياخده كل ساعتين، وما ادتلوش. هي قصده ان هي ما تديلوش ومات. تعاقب بالقتل العمد، ادي واحد. امر اخر بنمثله، رجل المطافي اللي شغال في المطافي طالع بالمأمورية، فشاف واحد جوه في الشقة اللي بتتحرق، واصلا كان بيكره الراجل ده، فبدل ما يدي الخرطوم على المية ناحية الراجل راح مديه بره وسابه لغاية ما يتحرق. قال فرصة ان هي جت من عند ربنا. هل ده يتعاقب؟ اه يتعاقب، يتعاقب بالقتل العمد، بس شرط الشروح قالوا ايه والقانون قال ايه؟ شرط عشان دولية الممرضة وبتاع رجل المطافي انه يتعاقب، يجب ان يكون هناك التزام تعاقدي او التزام قانوني انه ينجد الناس. الالتزام ده يجعله انه مسؤول انه ينجد المريض او ينجد اللي حصرته النار في الحريقه. ده الشرط. شرط عقاب الممرضه ورجل المطافي بالقتل العمد ان هناك التزام تعاقدي والتزام قانوني ان وظيفته هو ان ينجد الناس. لو قصد ان يسيبه يتحرق رغم ان كان بامكانه ان ينجده يتهم بالقتل العمد، والقاضي من كافة ظروف الدعوة يثبت هيعرف انه كان يقصد انه يسيبه يتحرق.
والأخت اللي هي الممرضة. طيب لو ما كانش في قصد من ممرضة، مفروض كل ساعتين تدي الراجل الدواء. راحت ايه قالت له يا دكتور حاضر، دكتور مشي، راحت شد عليها البطانية وراحت نايمة. قامت الصبح تلاقت الراجل مات. هنا ما يبقاش قتل عمد، هنا يبقى أهملت واجبها، فأصبح القتل قتل خطأ. ليه؟ لأنه بينتفي قصد القتل. قصد القتل، خلوا بالكم هنا دايما كنتوا بتاخدوا انتوا في الكلية، كان الدكتور يقول القصد العام والقصد الخاص ويقول كلام، فانت بتكبر مخك قصد عام ايه وقصد خاص. النهاردة انا بقول لك بعد الكلام في القصد، انت اول دفع هتقوله انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم. القصد العام هو ايه؟ هو ان واحد طالع بمضيح هيضرب المجنى عليه، هيضربه مات بقى ما ماتش، المهم انه في قلبه غل وغيظ هيفرغ فيه الرصاص. يموت بقى ما يموتش، ده حاجه بتاعت ربنا. لكن في حاجه اسمها القصد الخاص. القصد الخاص هو ايه؟ هو انه يفضل يضربه لغايه ما يموت، يعني يفضل بالعصايا على دماغه ما يسيبوش الا لما دماغه تتهدي خالص، او بالرصاص يفضل يضربه بالرصاص لغايه ما يتاكد انه مات. قصد الخاص هو ايه؟ هو نيه، احنا قلنا القصد هو النيه. قصد الخاص هو ايه؟ نيه ازهاق الروح. وعشان كده دايما ضباط المباحث يقولوا للشهود ايه؟ انت شفته هو بيضرب؟ قال له اه، كنت شايفه بيضرب المجن عليه بالنار. قال له طيب هل فضل لغايه ما موته ولا ضرب طلقتين ومشي؟ قال له لا، ضرب ثلاث طلقات وراح ماشي. قال له ما كانش بيداوم على ضرب النار لغايه ما يتاكد انه مات؟ يقول له لا، هو ضرب ثلاث طلقات وراح ماشي. ادي حضراتكم الفرق بين القصد العام والقصد الخاص. القصد العام هو فعل القتل او فعل اطلاق النار او الضرب بعصايه على جسد المجنى عليه، ضرب وضربتين ثلاثه روح جاري. طب القصد الخاص هو نيه ازهاق الروح، ما سابوش الا ما دماغه انفجرت او لما تاكد انه بقى جثه هامده. ادي حضراتكم القصد العام والقصد الخاص. حضراتكم هنا انا همر على اللي جاي بسرعه عشان نخش على الامور العمليه. الجريمة المستحيلة والجريمة الخيبة والجريمة، الجريمة المستحيلة الاستحالة إما لوسيلة القتل أو لمحل الجريمة نفسه تبقى في استحالة. القانون المصري ما خدش إلا حاجة واحدة بس، قال لك يا إما الاستحالة مطلقة يا إما المستحالة نسبية. طب المستحالة المطلقة يعني إيه؟ استحالة مطلقة انه ضرب ببندقية اطلق او جايب وهو ما يعرفش ان السلاح ده ما فيهوش ذخيرة او السلاح غير صالح للاستعمال. دي وسيلة اصلا مستحيلة تحقق القتل. طب الاستحالة النسبية ان يكون الوسيله بتاع القتل صالحه وجاي يضرب الطلقه ما طلعتش، دي تبقى وسيله نسبيه. القانون المصري خد بدول بس. حضراتكم
بنتقل ليكم لحاجة مهمة قوي في قضايا القتل العمد، علاقة سببية. وعلاقة السببية دي أهم دفع بندفعه في قضايا القتل. طيب علاقة السببية هي إيه؟ وإحنا صغيرين كنت أقراها كده لكن مش فاهمها، سواء طالب ولا محامي صغير لسه، لغاية بدأنا نبحث فيها وبدأنا نطبقها في قضايا القتل المعروضة علينا، لقينا علاقة السببية ثلاث دوائر جنب بعض، ثلاث دوائر كده جنب بعض. الدائرة الأولى جريمة القتل، الدائرة اللي قبل منها جريمة القتل سببها فعل سواء إطلاق نار أو سلاح أو سكينة أو سنجة أو عصاية. يبقى جريمة القتل سببها فعل القتل. ناخد تاني بالدايرة بقى التانية دي، ناخد على الدايرة الأولى فاعل معين. يبقى جريمة القتل أو وقعة القتل منسوبة إلى فعل القتل، وفعل القتل منسوب إلى فاعل معين محدد. أدي علاقة السببية. حضراتكم لو احنا عملنا الثلاث دوائر دول بس لازم نشبكهم ببعض بخط كده، لازم الثلاث دوائر دول يبقوا مربوطين ببعض. إذا توفرت علاقة السببية بين فعل الفاعل، الفاعل ده هو اللي أطلق النار وأحدث الوفاة، مفيش مشكلة خلاص. شوف حاجة غير العلاقة السببية بقى. يبقى إذا كان بتقرأ ملف القضية لقيت إن الجريمة إن فلان الفلاني الجاني جه بالعصاية قعد يضرب على دماغ المجني عليه لغاية ما أصبح جثة هامدة، مفيش مشكلة خلاص. طبيب الشرعي قال لك حصل كسر في الجمجمة وأدى إلى نزيف داخلي وأدى إلى كذا وأدى إلى كذا وأدى كذا، خلاص انسى بقى الدفع ده بقى خلاص. لكن يدق الأمر إذا الفاعل بتاع الدائرة الأخرانية دي أو الدائرة الأولى دي أطلق عيار ناري، فعل أطلق عيار ناري على المجني عليه فما ماتش بسرعة. وديت كانت قضية معروضة علي في محكمة جنايات أسيوط. واحد بيهزق مرات واحد أو ضربها أو كده وراح موقعها على الأرض، فقالت له أنا هجيب لك جوزي. راحت متصلة بجوزها وهي بتعيط، قالت له حصل كذا 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 عند محل الستاير اللي كان بيعمل لي الستاير. فالتاني جه وجاي طبعا عندهم السلاح متوفر هناك في الصعيد، راح نازل وقالت له هو ده، راح ضارب ثلاث طلقات في الراجل، وقع على الارض وجري اتقبض عليه. وحضراتكم وكلت في هذه القضيه، وراح الراجل المستشفى لانه ما ماتش بسرعه. يبقى ادي في جاني فاعل واطلق عيار ناريه، ادي فاعل. النتيجه بقى ايه؟ ما ماتش، اتاخر الموت شويه وراح المستشفى. الناس الكبار تفتكر حريق مستشفى اسيوط الجامعي
اتحرقت، ماس كهربائي بتاع، المهم اتحرقت، فمات حوالي 13 واحد منهم المجد عليه. فقلنا طيب هل تحاسبوني على حريقة اللي موتته؟ لا ما تحاسبونيش، انا اللي متحقق في حقي، الثابت في حقي ان انا اطلقت عيار ناري 3 مرات. انا بعترف لغايه دلوقتي كده، لكن هو اتنقل للمستشفى حي، يبقى الحق او القدر المتيقن في حقي والثابت في حقي هو شروع في قتل بس. لكن انا لا اتحمل كل الحاجات اللي حصلت، ولذلك انا بدفع بانقضاء او بانقطاع علاقة السببية بين فعل المتهم وبين وفاة المجني عليه. يبقى الدفع اللي انا بدفعه هنا ان بدفع بانقطاع رابطة السببية اللي هي 3 دوائر بين فعل الجاني وبين وفاة المجني عليه، لانه قد تداخلت عوامل شذة وقوة قهرة وعوامل غريبة ادت لانقطاع، لاني انا الدائرتين الاولانيين انا بس المسؤول عنهم، فاعل ايوه وفعل ايوه، انا اطلقت عيار نار لكن اقطع بعد كده. انا اللي حصل بعد كده لما راح واتحرقت المستشفى ومات 13 واحد منهم الراجل بتاعي، طب انا اسال على الحريقه؟ لا انا ما اسالش على بقى، ممكن اخاف لو ما حصلش هنا، مش كان احتمال اني لو ما حصلش حريقه في المستشفى كان الراجل ده نجي وتخف وتعالج وكده؟ طيب ما احتمال كده، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال وتاكد الاصل العام في المتهم وهو البراءه. ادي حضرتك احنا بنتكلم بنفس الاسلوب ده قدام المحكمه. ليه؟ انت انا بترافع، لكن انت ما تتهمنيش باكتر من ثابت في حقي. انا ثابت في حقي واحده بس، انا جاني وانا قلت انا اطلقت النار عشان اهان مراتي وقعها على الارض. الامر الثاني انا اطلقت عيار نادي، ايوه انا ما قلتش حاجه، لكن اتاخد على المستشفى كان لسه حي. العربيه اللي اتنقلت بيه بقى تقع بيه ويموت، المستشفى تتحرق، ولا الكلام ده اسال عنه. والقضاء المصري اخذ بهذا الامر بانقطاع علاقه السببيه اذا تداخلت عوامل اخرى غير فعل الجاني. وضحت؟ ننتقل الى غيره. يبقى نقولها جزء، والدليل اذا تطرق اليه. الجمل دي خلوا بالكم احنا حفظناها عن اساتذتنا وقعدت معانا 40 سنة ما بننساهاش، كل قضيه نقولها والدليل اذا. انا بقول لهم ايه؟ مش احتمال لو ما اتحرقتش المستشفى كان خف، مش احتمال انه كان الدواء بالعلاج، مش احتمال ان كان مد ربنا مد في عمره، مش احتمال. دي والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال وتاكد الاصل العام في المتهم وهو البراءه. في حاجه مهمه تانيه، كل ده خلوا بالكم، لا بكلمه لحضراتكم عشان القصد، انا بحاول بقدر الامكان ادمر لكم القصد. في حاجه اسمها الحيده عن الهدف او الخطا في الشخصيه. النهارده اللي انت كنت سمعتها قبل كده كفقه وكبرت دماغك، النهارده لا، اقف شويه معايا زي علاقه السببيه كده. علاقه السببيه لو جالك
أي قضية فيها علاقة سببية انقطعت بفعل آخر أنت هتتمكن من القضية خلاص. لو بعد 7-8-10 سنين جت لك قضية قتل هتعرف تعالجها إزاي علاقة السببية وانقطاعها إزاي. تعالوا بقى في أمر مهم آخر، الحيدة عن الهدف أو الخطأ في الشخصية. الحيدة عن الهدف، الراجل قعد كامن في مكانه الجاني وراح ايه، وراح ضرب عيار ناري على الراجل اللي هو في خصومة بينه وبينه، راح ضرب عليه ما جاتش فيه، جات في اللي جنبه، جات في اللي جنبه. هتقول انه ما كانش يقصد قتل، لا لا، الحيدة عن الهدف لا تنفي القصد الجنائي انه قتل شخص عمد. فالحيدة عن الهدف هي هنا لا تلغي قصد القتل. بس هنا في، هل الراجل ده يتهم بقتل تاني بس؟ لا، يتهم بقتل اللي جت فيه وموتته وبشروع قتل الاولاني، لانه هو اصلا كان شرع في قتل الاولاني اللي بينه وبينه خصومه، ونظر لانه مش يعني مش متمكن في التوجيه البندقيه وكده، فجت في اللي جنبه راح ميت. فهنا بيقدم بالقتل للمجني عليه الثاني وبشروع في القتل للمجني عليه الاولاني. يبقى هنا كان في شخصيه. طيب الخطأ في الشخصيه بقى هل زي دي؟ لا، الخطأ في الشخصيه انه يكمن الجاني ببندقيته في مكانه، وبعدين هو عارف ان خصمه بيشتغل في الوحده المجمعه وبيجي من نفس المكان ده من على الزراعيه، قعد له في الدره لغايه ما شافه جه، وكان بيجي لابس بدله وراجل جاي من الشغل على القريه، فشاف الشخص ده جاي وراح ضربه 3 طلقات، وللاسف الشديد انه ما طلعش هو المقصود، طلع شخص تاني. طب غلط فيه ازاي؟ اما الدنيا كانت ضلمه فما تبينش وجهه، بس هو نفس الهيئه ونفس البدله ده، شاف الراجل ده في نفس التوقيت ده بيجي في نفس المكان، او يا اما كان شكله شكل الراجل اللي هو بيقصده، يا اما عشان الضلمه اخطا في الشخص. حضراتكم هنا، هل الخطا في الشخصيه ما يبقاش عنده قصد، بينتفي القصد؟ تقول انا بدفع بانتفاء القصد لان انا المتهم كان يقصد شخص اخر. لا، اوعى تقول الكلام ده. هو انتوى قتل شخص، هو انتوى قتل شخص محدد بالذات، لكن اخطأ في الشخص، ده لا ينفي قصده الجنائي ولا ينفي نيته في القتل، لكن اللي حصل انه اخطأ في الشخص، يقدم الى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد اذا توفرت مع سبق الاصرار او الترصد او الى اخره. ادي حضراتكم. طيب يتهم بالقتل العمد، هل فيه تهمة تانية؟ لا. ليه؟ لان اللي كان يقصده اصلا ما كانش موجود، مش زي الحيدة عن الهدف، الاتنين جايين هو عاوز يضرب اللي هو بينه وبينه خصومة اللي على الشمال اللي جاي، فقعد يضرب كده راحت ايده راحت حرفت
راح قاتل اللي على اليمين ده حيد عن هدفه فيه شخصية، فيقدم بالقتل العمد للي مات وبالشروع في قتل اللي كان بيقصده. طب والتاني بقى الخطف الشخصية هي جريمة واحدة، هي القتل العمد للشخص اللي مات. طب واللي كان ما هو التاني بقى اللي كان بيقصده الحقيقي ما كانش موجود في مكان الحادث، وبالتالي ما هنا لا محل للقول بشروع في قتل، لأنه يجب شروع في قتل أنه يكون متواجد في مكان الحادث. وضحت الجزئية؟ إلا هنا أنا عاوز قبل ما فوت الجزئية دي، قبل ما أخش أبعد عن القصد الجنائي، كان معروض علي قضية قتل عمد تبع اسم امبابة، راجل بتاع كوافير مشهور يعني وزيع وصايت في التلفزيون وفي الحاجات دي. مراته قالت له ده في واحد بيعاكسني في التليفون، هو رجل أرعن مش يقول لها مثلا ايه طب الغي الشريحة هجيب لك شريحة تانية وخلاص وبتاع وكده كفى الله المؤمنين شر القتال، لا قال لها طب جري وحددي مع معاد. قالت له انت مش عارف ايه، وبقيت جري في الكلام المجنون، وقالت له تقابلني عند فين، عند الحتة الفلانية في شارع كذا في امبابة. قالت له هيقابلني بالليل الساعة 6 في المكان الفلاني. راح جايب العمال من عنده، عمال يحبوا يجاملوه من اللي هم في المحل عنده، وراح واخد 3 انفار معاه وراحوا قال لها طب شوفيه هو اللي واقف ده. قالت له انت لابس ايه؟ قالت له قال لها انا واقف كده. قالت له هو ده. راحوا قايمين الأربعة هو وثلاثة من الناس وهي موجودة جنبه، والثلاثة قاعدين ورا. راحوا نازلين ماسكين الولد المجرم دهوت وقالوا تعالى، فقعد هو كان ممتلئ الجثة كان شديد، فما بقاش يجي بقى بالمطاوي ويعملوا له كده ويخبطوا له في دماغه بالمطاوي ما فيش. المهم بقى يشدوه لغايه ما يدخلوه بتاع الواد بيعافر معاه، فبقى يدوله في رجليه كده بالمطوه، فبدا الدم ينزل من رجليه وركه من الداخل كده هو بالمطاوي، فجت على الوريد الرئيسي بتاع القلب. الضرب هنا مش في ايه، مش في مقتل، وضحت؟ ده في رجليه، لكن جت في الوريد الرئيسي اللي هو موصل للقلب مات. قم جريوا بالعربية، المهم الناس جريت وراه، اتقبض عليهم فقدموا إلى المحاكمة. هنا ما تقولش انتفاء القصد الجنائي لأن الحادثة أو لأن الضربات ما كانتش في مقتل. انا شرحت دي قبليها وقلت لكم اني مش لازم يبقى الاصابه في مقتل ولا الاصابه في غير مقتل، العبره بايه؟ بالقصد الجنائي، بتوافر القصد الجنائي. ادي حضراتكم، وهنا انا لما تعرضت علي القضيه فقالوا لي ده الوضع كذا وبتاع، قلت لهم طيب انتوا هتعملوا ايه؟ اولا هتاخدوا حكم. قالوا حكم طول يعني من 3 إلى 7 سنوات، عشان في يعني الاحداث اللي حصلت والست والتليفون وكذا وكذا، هتاخدوا حكم. فالمهم بلغوني ان في احنا اتفقنا مع اهل المجن عليه وهنديهم فلوس، طلبوا 500,000 هنديه لهم، وقالوا تقدموا ايه كفن بتاع اللي قتل ده اللي هو صاحب الكوافير
يقدم الكفن والمأمور، والمأمور الاسم بتاع امبابة قال لهم طيب، وحدد لهم ميعاد وعمل وهم عملوا صوان، وحضر المأمور ورئيس المباحث وقدم الكفن وقدموا الفلوس وعملوا محضر ومضى عليه مأمور اسم امبابة. وجم في المحكمة وقالوا لي احنا هيحصل الكلام ده، قلت لهم كده انتوا اكدتوا الإدانة، لأن الصلح في جرائم القتل ده بينم عن إقرار بالواقع، فأنتوا كده كده خلاص هتاخدوا، بس هيبقى إيه القاضي هياخد الحد الأدنى بقى، بدل ما هو 7 هيبقى ممكن 3 4 5 كده هذا الشكل. وقد كان صدر الحكم ب3 سنين لكل واحد. أنا عاوز أخرج من الحتة دي بإيه؟ لم تكن الإصابة في مقتل وإنما كانت في رجليه، ولكن هو هنا خد منها إنه كانوا يقصدوا قتله ما يهمش، لكن اللي حصل ده كان سبب القتل وسبب الموت اللي حصل للمجني عليه. نوصل بقى لحاجة مهمة قوي، هي الظروف المشددة للقتل العمد بنسمعها كلنا، لكن قدام المحكمة ليها علاج معين. الظروف المشددة يعني جريمة القتل المنصوص عليها في المادة 230 لو جات ليها ظروف مشددة، بدل العقوبة ما تبقى السجن أو كان الأشغال الشقة المؤقتة تبقى أشغال شقة مؤبدة أو الإعدام. لو السجن المؤبد هي عقوبة القتل العمد، لو جت ظرف مشدد عليها يبقى إعدام. طب إيه الظروف المشددة دي بقى؟ هم 6 ظروف. الظروف 6 ظروف: سبق الإصرار لو مع القتل العمد، بدل المؤبد يبقى إعدام. الترصد، اقتران القتل أو جريمة القتل بجناية أخرى. اقتران جريمة القتل بجنحة. كم دول؟ 4. القتل بالسم، المشرع والقانون قال السم ده ظرف مشدد. السادسة جريمة مهجورة، مهجورة ونادرا ما تطبق، اللي هو الاعتداء على الجرحى في الحرب، قتلهم يعني الجريح وروحوا مسكين كده الخصوم أو الأعداء، أو إحنا مثلا مسكين إسرائيليين ما هو بتاع وكده، لو ثبتت بتبقى ديت جريمة مشددة في القتل. دي مهجورة، لكن القانون المصري بنتعامل بال5 ظروف اللي قلت لكم عليها. سبق الإصرار حضراتكم دي اللي بيحكمها المادة 231 من قانون العقوبات. سبق الإصرار هو الإصرار على قتل واحد، ناس أصرت على إنه يقتلوا واحد. أركان سبق الإصرار إيه؟ في ركن زمني وركن نفسي. القانون قال هنا إيه؟ عشان يتوافر سبق الإصرار، عشان أنت تقول بقى ده متوافر ولا انتفاء ظرف في سبق الإصرار في القضية. إزاي؟ قال لك لازم يمر وقت ما بين التفكير في القتل وما بين تنفيذ القتل. جابوا سلاح وقعدوا يقول له ايه، طيب احنا انا وانا بقتل انت اي حد يتدخل انت تضربه، لكن سيبولي الا انا. قعدوا يتفاهموا مع بعض. طيب بعد ما نضرب نهرب ازاي؟ ما هو الناس هتبقى اتلمت وبتاع. قال له لا
وسيلة الهرب يفكروا فيها. هذا هنا القانون قال لابد أنه في فترة زمنية يفكروا فيها إزاي هيقتلوا. يبقى فترة زمنية بين التفكير في القتل وتنفيذ القتل. طب الركن النفسي بقى، النفسي يجب اني وهو رايح يقتل يبقى هادئ ومتروي وفكر في العواقب. قال لهم خلوا بالكم، انا لو اتقبض عليا انتوا البركه فيكم بقى، تخلوا بالكم من اولادي. قعد يعني كل حاجه فكر فيها هادئ، ادي سبق الاصرار. هنا لما انا بلاقي ان ركن من الاركان دي مش موجوده، زي كان عندي قضيه قتل راجل كبير في السن، قال له في قابلوني عيال في عين شمس بتوكتوك، واد قابلني بتوكتوك خبطني، فبقول له يا حمار انت مش تخلي بالك، راح نازل راح ضربني بالقلم. ولاده يعني ثلاث عيال، راح هوب قالوا تعال، راح هوب راكبين العربيه وجري فين، قال لهم هو ده بالعصيان، وقعدوا يضربوا فيه حتى اصبح جثه هامته. وقدم الراجل وولاده الثلاثه بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار، ما سبوهوش الا مات. قلت لهم لا 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 لا، مفيش سبق اصرار. ليه؟ لان من اول شروط توافر سبق الاصرار في قضيه القتل ان يكون الانسان في حاله هدوء نفسي وفي تروي. تروي يعني ايه؟ يعني فكر ازاي هيقتل وازاي هيهرب، وجابوا العصيان منين، والنتيجه عارفينها ايه، كل الكلام ده. طب فين الكلام ده؟ لكن الاولاد ديت لما شاف ابوهم تم صفعه بالالم راحوا بنفس الموطوره وبنفس هائجه ان ينتقموا لابوهم. يبقى فين الهدوء؟ مين الهدوء اللي يحصل الكلام ده؟ لما الناس تيجي، حد يجي ابو الواحد يجي يقول له العيال ضربوني بالقلم، بيبقى ماشي اعمى، رايحين عمي، ولا عاوزين يطولوا الواد بس. قتلوه. فين توافر الركن النفسي، الركن النفسي اللي عشان تقوم جريمه سبق الاصرار؟ وفعلا انا طلب هنا تعديل وصف التهمه الى قتل عمد على فرض صحه الاوراق جدلا، وليس هذا تسليما منا بصحتها، ولكن لمناقشه الدليل المقدم ضد المتهم في الاوراق. اوعى تيجي تقول ايه، لا يا فندم احنا لما ضربنا احنا ضربناه فعلا بس بدون سبق اصرار. لا، ده اقرار، ما تقرش. لكن بتقول ايه، انا بطلب تعديل وصف التهمه الى قتل عمد على فرض صحه الاوراق جدلا. خلوا بالكم سبق الاصرار احنا قلنا ده بيثبت ازاي، احنا قلنا قبل كده بيثبت اما باعتراف المتهم أو بالقرائن والملابسات المحيطة بالدعوة. سبق الإصرار ده لا يشهد عليه زي النية بالضبط. ما فيش حد يقول إنه كان بيقصد، لا لا، ما فيش حد. إما المتهم يعترف يقول أيوة أنا كنت عاوز أقتله فعلا لأنه عمل كذا وكذا وكذا وكذا، أو القاضي يشوف من القرائن والملابسات أن توافرت القرائن والملابسات على انه كان ينتوي القتل واعد له العده وفكر فيما ينتويه وفكر في جميع عواقبه. هنا القاضي بيقول ومن هنا توافرت ظرف او توافر ظرف سبق الاصرار في حق المتهم. تعالوا حضراتكم في الترصد. الترصد احنا قلنا انه ظرف مشدد، لو القتل انضاف له او تكتب كده القتل زائد ترصد يساوي تجديد العقوبة، بدل ما سجن تبقى سجن مؤبد، لو سجن مؤقت تبقى سجن مؤبد.
ولو كان سجن مؤبد تبقى إعدام. ترصد هو إيه؟ على إن واحد بيكمن في مكان ومستني واحد بيتردد على المكان ده المبنى عليه، قعدله واستناه لغاية ما جه هب وراح ضربه. طيب الشراح قالوا طب هي حكمة التشديد ليه؟ يعني بدل ما سجن يبقى سجن مؤبد، سجن مؤبد يبقى إعدام، إيه حكمة التشديد؟ قال لك لأن الترصد إنه فاجأ المجني عليه وهو مش واخد باله، وهو مش عامل حسابه إنه يدافع عن نفسه. لكن لو قال له يلا إحنا نختار المعركة ونختار المكان وفي الزمان، يبقى كل واحد ماسك السيف بتاعه ويفضلوا يضربوا لغاية ما إيه واحد يقتل التاني. لكن الدول هيجي لهم وهو مش واخد باله. قال لك في جريمة في منتهى الغدر وفي منتهى الخيانة للأخلاق، إنه عاوز ينال منه دون أن يستعد الآخر للدفاع عن نفسه. قال لك هنا حكمة التجديد. قال لك طيب تثبت إزاي الترصد؟ الترصد يثبت، دي حالة موضوعية تثبت حالة بحالة بإيه؟ بالقواعد العامة، إما اعتراف المتهم أو بشهادة الشهود. ليه؟ ما هو ناس هتشهد إنه كان أيوة قاعد المتهم في المكان ده كمن للمجني عليه. قال لك دي عادي، يعني ما فيش حاجة نفسية فيها، لأنها يعني ركن مكاني والناس شايفينه. أدي حضراتكم الترصد. تعالوا نصل إلى القتل بالسم. والقتل بالسم، وأنا كان عندي واحدة برضو كانت في جنايات بنها، اتهمت بقتل جوزها، عملت له مهلبية وبتاع، وجت في التلفزيون وعملت صيت جامد في مصر، عملت له مهلبية وبتاع أو في الأوراق كده، يعني عملت له مهلبية وبتاع، وحطت فيه مادة من بتاع مقاومة الدودة أو مقاومة الحشرات بتاعة الفراولة، وحطته في البتاع، ودي ملهاش ريحة ولا حاجة، وكل وقالوا إنه هو كل ومات كده يعني. فطبعا راحوا لمحامي، فصدر عليها الحكم بالإعدام. فقولي قالوا لي الوضع كذا وضع كذا، وهي ما قتلتش. قلت لهم يموت، بس خلال الساعة أو الساعتين دول في صراخ، لأن المادة دي تفضل تقطع في مصرين. فدي كانت جانب من المرافعة. أمر الثاني إن قالوا ضابط قال إن هي بعد ما قتلته حطته على البسطة قدام باب الشقة. يا يعني هي طب ترميه تحت قدام شقة تانية، لكن هي بتحط قدام شقتها بتقول لكم تعالوا أنا اللي قتلت؟ يعني ينفع في واحد يشيل لنفسه كده يعني بهذا الشكل؟ فأدي من ضمن الأمور اللي حصل. لكن أنا عاوز أقول هنا لما راح الجثة وجه الطب الشرعي خد عينة من الأمعاء وخد بتاعه وقال ديت كذا ودي كذا، وطلعت إن مركبات اللي في المعدة غير المادة اللي منسوبة إن هي اشتريتها من الراجل، دي غير دي. أدي العناصر. أنا عاوز أوصل منكم إيه؟ إن القتل بالسم ده، السم ده ظرف مشدد، هنا القانون قال انه لو قتل بالسم بدل ما يبقى القتل في سجن مؤبد يبقى اعدام، لو السجن 15 سنه يبقى مؤبد، لازم تشدد العقوبه. ادي القتل بالسم حضراتكم. طبعا اثباته هو ايه؟ انه بيروح طب شرعي، والنيابه هي بتوديها الطب الشرعي، لانه لازم الطب الشرعي يقول انه ماده، والمادة دي هي كانت سبب الوفاة، وإحنا شفنا في الأمعاء وخدنا بعض الفضلات في الأمعاء لقيناها إن هي بتحتوي على المادة دي، فدي لازم الرأي الفني لنوع السم كده. تعالوا حضراتكم آخر شيء وأخطر شيء،
هنا في ظروف مخففة بتخلي اللي يقتل ياخد جنحة، يعاقب بعقاب الجنحة. وضحت ازاي؟ القانون هنا قال على ثلاث حاجات. قال صغر السن بيبقى فيه يعني عذر مخفف، وقال كذا حاجة، لكن هو مسك مفاجأة الزوجة، الزوج زوجته متلبسة بالزنا فقتلها، دي المادة 227. من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها في الحال، هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدل من العقاب العقوبات المقررة في المادة من مادتين 234 و236. شوفوا بقى، من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا يبقى لازم يبقى فيه تلبس، حال تلبسها يعني شوفوا خلوا بالكم من النص، فقتلها في الحال ادي اتنين، يبقى التلبس والتاني فقتلها في الحال، هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدل من العقوبات اللي العقوبات اللي هي ايه 234 و236، القتل اللي بيقتل ياخد الاعدام او ياخد المؤبد، لكن لو حصل هنا ياخد حبس، حبس لغايه ايه شهر، 3 أشهر، 6 شهور، لغايه اخرها سنه. بس حضراتكم هنا القانون قال ايه؟ بس بشرط ان القتل يبقى في نفس اللحظه. فالشراح قالوا يلا طيب يعني ايه في نفس، قال يخش لازم هنا من فاجأ لازم تحصل المفاجأة. قالوا طيب لو هو شاف مراته ودخل الأوضة الثانية عشان يجيب سلاح، قال اه ماشي تمشي لسه. قالوا طيب حكمة التخفيف ليه؟ قال لك لأنه هو أصلا الزوج لما بيلاجد زوجته في هذا الوضع ده بينهار وما يشوفش قدامه وبيبقى موتور وبيبقى في حالة شديدة ما بيعرفش ايه اللي بيعمله. طيب تعالوا لحاجة تانية، لو زوج وصل لعلمه ان زوجته بتخونه مع حد تاني، انت بتمشي من هنا يا عمي، ففي واحد بيجي لزوجتك فقال لها انا مسافر بكرة الصبح، وبكرة الصبح كمن في مكان أمام المنزل حتى شاهد الراجل طالع شقيته، فانتظر برهة من الوقت حتى تطمئن ومن معها في العادي، وراح طالع فتح الشقة بمفتاحه ودخل أوضة النوم لقاه وقتله. هنا محاكم الجنايات قالوا لا يستفيد، قالوا بس ده كان انت بتعاقب على ان المفاجاه، وان المفاجاه بتشل عقله، بتشل تفكيره وبتشل هدوءه، ما بيبقاش في حاله هدوء. لكن ده كان قاعد وواحد قال له اتغاظ شويه بس قاعد يرتب ليها، فازاي بعد ما هدي ورتب وعمل العده وقاعد مستنيها ازاي كده؟ قالوا التجهيز حاجة ولما راح شاف الحاجة تانية ده موضوع تاني. أدي حضراتكم إلا هنا الظرف المخفف. بس أنا كان ليا 3 بحوث في الجريمة ديت. إيه هي؟ قالوا طيب لو الزوج بقى ارتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية ودخلت لقيته عملت محضر، النتيجة ايه؟ قالوا لا تسمع دعواه لو ضبطها متلبسة بالزنا، لا تسمع دعواه ولا يستفيد بالعذر المخفف،
لأنه كان يجب أن يكون قدوة لزوجته. أنا اعترضت على الكلام ده وقلت الكلام ده. القانون اللي صدر بهذا الأمر ده قانون بيحض على الزنا وعلى الفسق وعلى الفجور، وأصلاً القانون المفروض بيحض على الفضيلة، لكن بيتقال ده كده أنت بتصدر قانون مادة 273 و277 بتقول إيه يا زوجة زي ما عمل اعملي. طب ده قانون ينفع كلام ده؟ قلت لا الكلام ده ما ينفعش، ده أنا قلت أكتر من كده. قلت لا في منزل الزوجية، يعني أنت قلت لو هو زنى في منزل الزوجية بتاع مراته وهي دخلت لقيت على سريرها في أوضة نومها كذا وقتلته، قال لك لا ما تستفيدش، ده للزوج بس. قلت الله الزوج بس ازاي يعني؟ واحده دخلت تلاقي جوزها في هذا الوضع على سريرها ازاي؟ ده هي ممكن تكون اقصى وفي حاله انفعال شديد، واللي تعمله مش داريه بيه. لا هي تخش السجن تاخد مؤبد او اعدام، وهو يعفى. قلت لا 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 لازم هنا يكون في تساوي في العقوبة. أنا ما بسويش في الحقوق، أنا بقول هنا نفس اللي هتصطدم بيه اللي هو اصطدم بيه قبل كده. وعشان كده أنا بقول يجب أن المادتين دول إما يحذفوا أو يعدلوا للحفاظ على الأسرة في مصر، لأن إحنا شرقيين، وإن الزوج لو ارتكب جريمة يروح حتى لو وقع في مصيبة يقع، بس هي ما نسمح لهاش ان هي ترتكب الشيء مخالف للشرع وللإسلام وللشريعة. وعشان كده احنا ارجوكم ابحثوا واكتبوا بحوث في هذه الامور، لان المحامي لازم يبحث ولازم انه يصل الى مرحلة من الفقه، مش بس محامي وخلاص. انا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.